طيب شباب السؤال الثاني بيحكينا قدر قياس الزاويتين الاتيتين ثم قارن اجاباتك بالقياس الحقيقي للزاويتين باستخدام المنقله لاحظوا معنا الشكل الاول هي الزاويه كاف ب م ك ب ميم شباب هلا بالزاويه ك ب با ميم تمام هاي الزاويه ايش مالها حد زاويه حد زاوية حادة معناته أنا راح أنشئ أول خطوة عندي راح أنشئ شعاع قائم من الزاوية باء شعاع قائم من الزاوية باء تمام راح احكي هلا تقريبا قديش رح يكون القياس الزاوية لاحظوا ان هي طالعة من النص شوفوا كيف شعاع ميم هيك بتحسوا انه ايش من النص آه شعاع ميم سوري آه بنص الزاوية معناته هي راح تكون تقريبا خمسة وأربعين درجة تقريبا خمسة وأربعين درجة تقريبا تقريبا تمام هلا في شباب ممكن يعطوني أربعين عادي تمام طيب تعال نشوف الزاوية الثانية كلياتنا لو لاحظنا وطلعنا على الزاوية الثانية اللي هي د ص و د ص و لو لاحظنا شباب على طول حكمنا عليها منفرجة لنا أكبر من التسعين طيب تعال نشوف تقريبا إيش بده قياسها أول إشي نفس الخطوات بنشئ مس عندي شعاع قائم عليها تمام طيب. لو لاحظنا شباب هلأ من هون لهون تسعين درجة من هون لهون تسعين درجة ومن هون تقريبا شباب طلعوا هي خارقة النص بالكتير صح وهي أقرب أصلا للمية وثمانين طلعوا أقرب للمية وثمانين من القائمة يعني أقرب من الزاوية المستقيمة من الزاوية القائمة فمعناته هون لو كملنا هاي هون وطلعت هاي قائمة فهاي كتير أقل من هون تقريبا هان 30 درجة معناته هون كم رح يكون تقريبا 60 درجة ممتاز هلا هل 60 هون حكينا تقريبا 60 درجة وهون 90 درجة إذا معناته هاي الزاوية كلياتها كم 150 درجة إذا الزاوية دال صاد واو تقريبا 150 درجة تمام هلا خلينا نشوف السؤال الثالث السؤال الثالث بيحكي لنا قاس طالبان الزاويه ا ب الزاويه ج في الشكل المجاور حصل الطالب الاول على القراءه مية وعشرين وحصل الثاني على القراءه ستين أي الطالبين حصل على قراءة صحيحة وما الخطأ الذي وقع فيه الطالب, الطالب الآخر شباب انتوا انسوا الطالبين اطلعوا على الشكل على هاي شكل الزاوية هاي منفرجة ولا حادة ممتاز منفرجة لنا أكبر من التسعين معناته أكيد الطالب الأول هو الصح لأنه مية وعشرين درجة طيب شو الخطا اللي صار مع الطالب الثاني انه لو إيه لما اجى يقدرها مس تمام سوري لما اجى يقيسها هو اخذ المنقله بالشكل ايش الخاطئ تمام اخذ المنقله بالشكل الخاطئ تم هدول شباب السؤالين اذا سمحتوا اذا سمحتوا الحل راح يكون على الكتاب يعطيكم العافيه شباب